مرحبا بك، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم فعليا 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 بيكون اول فيديو بعمله ببيتي الجديد. صورت لكم مقطع المره الماضيه بس كان البيت فاضي، ما في عفش، ما في شيء. اليوم حاولت جهزه بس جايز ما عم لحق على شيء. عم اشتري غراض، عم حاول ملي البيت بس ما يعني ما عم لحق. لهيك فقت اليوم كان البيت كتير مرتب، رتبته اكثر، قلت خليني صور فيديو جولة البيت احسن ما بعدين يكون البيت مكركب وما اقدر صور شيء. طبعا البيت هذا صغير، مو مثل البيت السود. هي بتجي شقة غرفة صالون، سو ما تتوقعوا رح يكون شيء مثل جيفري ستار ستايل. نو جايز، وقبل ما بلش باي شيء بس بدي اقلكم جايز ليكو انفي كيف عم يصغر. انا وقت اللي صورت الفلوج بهالبيت اللي كان من شي اسبوعين كنت عم صور بالمطبخ هنيك، كنت لسه حاطه اللزقه، رح احط لكم المقاطع. صباحا، مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. واول ما شلت اللزقه كان انفي كثير منفخ. اوكي، طبعا كنت كثير مصدومه لانه جايز هي ما بعرف شو بدي اقول. انا حدا يعني انا كثير مصدومه. شوفوا اليوم، يعني شوفوا كيف الانف عن جد على طول عم يتغير. يعني عم اصحى كل يوم الصبح عم حس انفي فيه شيء غريب، وعم حس احيانا اذا بتحرك كثير بحسك بنكزه او بحس انفي رح يوقع. امبارح كان اول يوم تمرين الي بالجيم ونطيت وعملت حركات، حسيت قلت لها للمدربه قلت لها بليز لا، قالت شو فيك شو فيك؟ قلت لها انفي رح يوقع من محله، حسيت انفي رح يوقع. جايز الحمد لله انا كثير مبسوطه. جايز انا كثير مبسوطه بشكل انفي وبالنتيجه اللي طلعت فيها انا. اوكي سو حنبلش بجوله البيت ويا خلينا نروح. يس، قبل ما نبلش بالفيديو بدي اقول حطوا لايك، اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس لحتى تصلكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها. هلو، دخلوا على بيتي. سو ببيتي فيه باب، سو انا بسكر الباب وقت بطلع عدا انه في باب في مفتاح، سو حتى فيني يعني اقفل الباب مره، وكمان الشيء اللي كثير كول انه فيني اقفله مرتين. واكثر شيء كول واكثر شيء كثير جذبني بهالباب انه في قفل هون، سو اذا بحط القفل هون شوف شو رح يصير. خلونا نتخيل انه ما في عندي مفتاح. اوكي هيك ما في مفتاح، الباب مفتوح، سو هذا الشيء الكول اللي هون نعمل هيك. وات؟ شايفين؟ عم قلكم كمان الباب ونوعيته خشب كثير. اوكي سو هذا كان الباب. إذا بتحبوا ادخلكم بكل تفاصيل البيت خبروني تحت بالكومنتات. anyway هون على اليمين عن الحمام، طلعنا من الحمام هون في المطبخ. سو اتوقع ماما اذا رح تشوف هالفيديو رح تكون كثير فخوره ببنتها لانه ماما. هلا وقفه. اوكي سو هذا هو المطبخ. طبعا انا حدا بحب يطبخ وبحب يعمل اكل، اكثر شيء كول حبيته للمطبخ وكثير متحمسه اني استخدمه بس اعزم رفقاتي هو هي. اوكي سو هي بتجي مثل ست. يس هون هذا صفون كثير كواليتي بجنن، يعني او ماي جاد. اوكي في صحون هي تبعت الشوربه شكلها كثير حلو، كمان جبت شغله كثير حلوه اللي هي بتجي هي. سو ان كيس شي يوم ارتبطت وعلى اساس رايحة على الشاطئ مع شريك حياتي فاشتريت هاي. نروح نحط اكلات ومادي ونروح ناكل. سو يس اكيد كلكم عم تقولوا كيف مطبخك برا برا. جايز انا اسمي شرطة، كل شيء بحياتي خفي، كل شيء مثل الجاسوسات، سو حتى برادي بخفي. سو البراد هون كول صح؟ الله صالون. اوكي سو هذا هو الصالون. طبعا كل شيء بالصالون كان لازم يكون ذهبي لانه الصوفاي هون ذهبي. سو هي الصوفاي
لونها زرقاء. طبعا اللون ما كان بيخطر على بالي بالمره انه اجيب صفاير لونها زرقاء بالعاده، وحتى نحن بالسويد بنجيب كل شيء ابيض او فضي او رمادي، انه الوان كثير عاديه. بس هالمره جايز اللون ازرق. وقت اشتريت هالصفاير هيك كانت اول شيء اشتريته بالصالون، اضطريت جيب كل شيء ذهبي. فهون جبت سجاده بيضاء، وجبت طاوله كمان ذهبي لحد تلبق لهي، وهي هي اكيد شيء بالصالون. صار في ايدي ساره جابت لي هي كهديه للبيت، سو بتجنن. ثانك يو ساره. وكمان شوفوا احمد شو جاب لي. رح فجأة اوكي، سو هاي من احمد وهي من احمد. ليكو شو كول. انا ماني متعوده بالمره انه يكون في عندي تريا فيها ريش، حتى بالسويد اذا بتتذكروا بالبيت عنا كل شيء بيكون انه كريستال او شيء هيك معلق بالحيط، بس كثير حبيت هالشيء، وخاصة انه لونه كمان بيجي ذهبي. وهون هو التلفزيون وطاولة التلفزيون. جايز اذا بتتذكروا بالسويد التلفزيون عنا مايل. تلفزيون كل شيء طبيعي، تلفزيون وهي بس ما في شيء ماله طبيعي. في شيء غلط؟ ما بعرف. شايفين التلفزيون مايل؟ ما بعرف، بس بس انه ما وسع عامل هي. سو انا علقت التلفزيون لحتى ما انا حاطه بهيك موقف. كمان جايز هذا التلفزيون جاب لي اياه مو فلوكس. اوكي رح اقول لكم شيء، مو فلوكس عمل تحدي على اليوتيوب اللي هو بيعطينا كرت البنك ونحن بنشتري كل شيء بدنا اياه، وانا وقتها كنت فارشة البيت كامل وبس ما كان عندي تلفزيون. سو اول شيء تذكرته انه شو لازمني انا للبيت، تذكرت انه لازمني تلفزيون، فاشترينا تلفزيون. البيت يعني ما شاء الله احمد سارة مو فلوجز، انا بس انه هيك جاي ضيفة على البيت. هي انا اشتريتها، هي انا اشتريتها، هي بمصرياتي يعني انا رحت دفعت وجبتها على البيت، ما حدا جاب لي اياها. اوكي جايز رح اقول لكم شيء، انا من ذكائي جبت سجاده بيضاء، السجاده البيضاء كانت ابيض من هالبياض، وكانت كثير بيضاء، ما بعرف اذا فيني جايز كانت كثير بيضاء، ابيض من حاليا صايره صفراء سوداء. كنت عم خانق رفقاتي كلياتهم بليز ما تاكلوا عليها، بليز ما تجوا بالشوز عليها، ما توسخوها. سو انا شوفوا شو عملت، كنت مشغله هالشمعات واجيت بالليل بدي طفيها. سو انا عملت هيك طفيت الشمعة عادي. طيب بعد ما طفيت الشمعة صارت تطلع دخنة مثل هاي اللي عم تشوفوها، ورح يضرب الانذار. طلعت دخنة من الشمعة دخنة كتير قوية، وانا خفت يضرب الانذار، وكان لانه كتير متأخر بالليل. في وقت اللي نفخت على الشمعة هاي اللي هون طارت على السجادة ووقعت عليها هيك نقطة سودة كبيرة. اكيد ما عم تلاحظوا في شي على السجادة، بس جايز ترى جايز شايفين شو عملت؟ هي كلها من نقطة شمعة صغيرة، شايفين؟ تخيلوا أول يوم بجيب السجادة هيك بصير فيها، شو عم أضطر حط الطاولة هيك عليها، شوفوا. أوكي. سو هون بالعادة بعمل كل البول بارتيز، مثلا الحفلات المسبح عندي بالبيت، باربيكيو، كثير شغلات، سو بعملها كلياتها على هالبلكون. اشتريت هاللون، شوفوا لسه عليهم التيكت. سو جبت هالكرسيين هالطاولة كمان الفيو عنا بتجنن. بصراحة جبت هاللون لماما لأنه ماما بتحب تقعد على البلكون، سو بلكي بس تيجي هي رح تنبسط وتقعد وتشرب قهوة وهيك. سو لأنه البيت صغير ما فيني أحط طاولة أكل، وأنا يعني ما شو بدي اقعد لحالي اكل على طاوله الاكل، فيعني جبت هاللون بار تشيرز كمان ذهبي كثير حلوين. حسيتهم حلوين، وممكن مثلا وقت بيجون عندي رفقاتي احيانا بيقعدوا وبياكلوا اذا نحن قاعدين عم نحضر شيء. هون في عندنا كذا شغله للبيت لسه ما مركبينها، ويا حتى بالصالون. سو هلا صار وقت غرفتي النوم، طبعا هون الحمد لله شيرين ما لها موجوده لانه شيرين مستلمه غرفتي بالسويد، اذا ما بتعرفوا هالشيء. بس عم تحكي انه انا عن الغرفه وهيك، انه هالغرفه نظيفه حسب نارين انه شيرين بتوسخ غرفتها، وهي ما بتوسخ غرفتها، طلعوا ابدا ابدا ما بتوسخ غرفتها. شو حدا عملي؟ فما بعرف، هون عم بشوف لبس، شوف ما عم ترتبه منيح هيك ما بعرف. هالجاكيت ابدا ما حلو. تتذكري لما نارين زعجتك؟ هي غرفه النوم، هالتختي، وهون بحط كل شغلاتي بصراحة. اوكي خليني افرجيكم. كنت بدي رتب بس لأنه الشمس رح تروح فقلت
بخبيهم بعدين بصور بعدين برتب، بس انه يا بعد ما خلص تصوير رح رتب كل هالدول حطهم بالخزن حاول رتبهم. هون عندي شنطتي هيو 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 هي، بس جبت شنطاي جديدة على الكوليكشن كتير صعب تتلاقى وكتير بتجنن، واللي هي جايز ما بعرف ليه بحب هاللون، حاططها مع شنطتي ما انه بغير محل. سعيدة بتتذكروا بالسويد كمان عندي نفس هي واللي هي شنطايتي هي هي، يعني موديلها بيختلف عن هديك، هديك بتيجي اصغر وهيك مدورة، هاي بتيجي على شكل البعيسة، هاي هي شنطايتي الحلوة. وهون بحط هون اذا بتشوفوا كل شوز، هون بحط لبسي، هون بحط مثل سكين كير شغلات للشعر، وهي هي احلى شيء بالبيت كلياته واللي هي تبعت الميك اب، بتيجي كلياتها ازاز وكلياتها اوريدي مقسمه، سو فيني احط كل نوع حمرات لحال، واهم شيء حمرتي كرس بلاي. اذا بتشوفوا التريا هون بتختلف عن اللي بالصالون، هاي بتيجي كلها مثل ما قلت لكم كريستالات، هذيك بتجي ريش. ما بعرف اذا لاحظتوا بس بجولة البيت اللي عملته بالسويد كنت لابسه نفس اللبس بس بغير لون، خبروني شو رايكم بهذا اللون واي لون احلى من الثاني. طبعا باقي شيء واحد للبيت ما ركبته واللي هو البرادي، سو لازم ركبها باسرع وقت ممكن. يا هي كانت جولة البيت كلياتها، خبروني تحت بالكومنتات شو رأيكم بالبيت، بس حبيت فرجيكم انه حتى لو البيت الصغير فيكم تفتحوا قد ما بتقدروا غراض، فيكم تحطوا غراض مكركبة على طرف بدون ما حدا يشوفها. سو يا هاد كان فيديو اليوم، عم فكر اعمل فيديو اسئلة واجوبة، سو اذا عندكم اي سؤال عبالكم تعرفوا عني او شغلات جديدة صايرة معي، اي شيء بيخطر عبالكم فيكم تكتبوا لي تحت بالكومنتات رح اجاوب عليه ان شاء الله. ويا بدي اقول انه انا بحبكم كتير 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 كتير، واستنوني بفيديو جديد.